حلوى المشبك السوري من أكثر الحلويات المشهورة. رح أعطيكم أكثر طريقة مضمونة لتحضير هالحلوى الطيبة وبوقت كتير قصير. وبقى تحتاج لتفكير كبيرة عشان تسهل علي قلبها من دون ما نحرق حالنا بالزيت. وبس تاخذ نفس اللون من الأسفل رح أرفعها مباشرة على قطر بارد. القطر اللي حضرته هون كوبين من السكر مقابل كوب من المي، وغليته على النار لمدة 10 دقايق. بس برد تماما سقيت فيه حبات المشبك بهذا الشكل وما خليتها كتير تقعد بالقطر، مباشرة رفعتها مثل ما شايفين وقدمتها وهي ساخنة. بس زينتها شوي بالفستق الحلبي المجروش مقرمشة كتير، ورح تضل مقرمشة حتى لو ضلت لتاني يوم.